الأسئلة: ما جزاء المجاهدين في سبيل الله؟ السؤال الأول. أيوة، يلا يا شطار نجاوب مع بعض. ما جزاء المجاهدين في سبيل الله؟ تعال نشوف مع بعض. أيوة، ها مين الشاطر يقول؟ طيب تعال نبص كده ونشوف. بأن يغفر لهم ويدخلهم الجنة. يبقى جزاء المجاهدين يغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة. طب تعال نبص على السؤال التاني. في الآية الثانية عمل وجزاء، وضح ذلك. في الآية الثانية، يبقى السؤال التاني بيقول في الآية الثانية عمل وجزاء، وضح ذلك. تعالوا مع بعض ونشوف. يلا يا شطار، ها مين هيجاوب؟ ايوه يلا يا شطار. ايوه، العمل هو الهجرة والجهاد في سبيل الله، والجزاء هو دخول المؤمنون الجنة. برافو يا شباب، برافو. طيب تعال نبص على السؤال الثالث. بما وعد الله تعالى المؤمنين على ألسنة رسله. أيوة يا شباب، ها بما وعد الله تعالى المؤمنين على ألسنة رسله. تعالوا نشوف كده مع بعض. برافو، ها يلا نشوف مع بعض السؤال التالت الجواب بتاعه. ها الإجابة بتاعته: وعد الله تعالى المؤمنين بدخول الجنة وأن يغفر لهم ذنوبهم. برافو يا شباب، برافو. طيب تعالوا مع بعض نشوف. يبقى احنا كده خلصنا الأسئلة والإجابة بتاعتنا. طيب تعالوا مع بعض نشوف مظاهر الجمال. مظاهر الجمال: ربنا أسلوب نداء غرضه التعظيم. ربنا أسلوب نداء غرضه التعظيم لله عز وجل. آتنا أسلوب أمر غرضه برضو الدعاء. أسلوب أمر غرضه الدعاء. طيب تعال نشوف رقم 2: ولا تخزنا يوم القيامة. ها أسلوب نهي للدعاء والتوسل. أسلوب نهي للدعاء والتوسل لمين؟ لله عز وجل. طيب رقم 3: إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد أسلوب مؤكد بإن، ويدل على تمام الثقة بالله عز وجل. طيب تعالوا مع بعض نشوف رقم 4: فاستجاب لهم ربهم. تعبير يدل على سرعة الاستجابة للمؤمنين، أن الله عز وجل سريع الاستجابة في دعاء المؤمنين. رقم 5: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض. ها تعبير يدل على المساواة بين الرجل والمرأة. تعبير يدل على المساواة بين الرجل والمرأة. طيب كده مظاهر الجمال احنا خلصناها، ودي مظاهر الجمال فيها النص. تعال ندخل ونشوف التطبيق ده ونحله مع بعض. قال تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب مين الشاطر هيقول لي؟ ها ما مفرد رسل؟ أيوه أنا سامع واحد شاطر بيقول مفرد رسل. برافو رسول، برافو. طيب بيقول لي وما جمع يوم والميعاد؟ إيه هو؟ إيه يلا هنشوف الجمع. برافو أيام، ها وجمع الميعاد المواعيد. طب في عندي سؤال بيقول من المنادى ومن الذين او الذي ينادونه. ها تعال نشوف مع بعض. يلا يا شطار، ها المنادى هو الله عز وجل، والذين ينادونه هو مين؟ المؤمنون. ما الذي وعدهم الله تعالى على لسان رسله؟ تعال مع بعض يلا يا شطار، ها نفكر ونقول. ايوه ان يغفر لهم ويدخلهم الجنه. برافو عليكم يا شطار، برافو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.